أسعد الله صباحكم بكل خير زملائي، سعيد جدا بالمشاركة وأيضا سعيد جدا بحضوركم، وأتمنى أن تصير المحاضرة بإذن الله مفيدة لنا جميعا. طبعا اليوم احنا حنتكلم عن موضوع مهم جدا في المنشآت الصحية وبالأخص في مراكز الأسنان. Our topic today إن شاء الله it will be the concept of the occupational health in the dental setting. طبعا الاوتلاين اليوم او اللي احنا حنبدا نتكلم عنها، حنتكلم عن انتروداكشن، حناخذ انتروداكشن بسيط فيما يخص اللي هو الاوكيبيشنال هيلث، بعدها حنتكلم عن اللي هو البري امبلويمنت اسسمنت اند مانجمنت، وبعدها حنبدا نتكلم باذن الله عن الفاكسينيشن وهو يعتبر جزء مهم جدا للممارسين الصحيين، وايضا لو لا قدر الله حصل عندنا اي اكسبوجر سواء كان نيدل ستيك انجري او سبلاشز للبادي فلويد، حنبدا نتكلم عن اللي هو البوست اكسبوجر مانجمنت، واللي هو لابد انه جميع الزملاء يكونون على اطلاع بهذه الاجراءات. طبعا we should be know that the worldwide that the healthcare worker or the healthcare workforces represent 12% of the working population. العدد أو تقريبا في جميع أنحاء العالم تشكل عندنا نسبة الممارسين الصحيين من القوى العاملة في العالم تقريبا 12%، وهذا يعتبر رقم عالي وأيضا نسبة عالية. ايضا we should know او لابد نعرف بان الهيلث كير فاسيليتي هي تعتبر او it is a general place or location that they are provide اللي هو الهيلث كير for the patient. النمبر also and the quality of the health care facility in this in the country or also in the region, it is one common measures that would be prosperity and quality of the life. التعريف او المقصود بالهيلث كير فاسيليتي عندنا هنا هي عباره عن مكان، المكان هذا يتم تقديم فيه الرعايه الطبيه للمرضى، يتم تقديمها عن طريق مين؟ عن طريق اللي هو الهيلث كير وركر الا وهم الممارسين الصحيين. طبعا المنظومه الصحيه او اللي هو الاعداد وايضا جوده اللي هو المنشات الصحيه سواء كان على مستوى الدولة سواء كان على مستوى المنطقة، هو يعتبر واحد من القياسات المهمة لازدهار هذه المنطقة أو الدولة، وفي نفس الوقت ضمان البيئة الصحية الجيدة داخل الكانتريز أو داخل المناطق أو الدول. الممارسين الصحيين او الهيلث كير وركر اوبريت ان ذا انفايرمنت ذات از ون اوف ذا موست هازارد اوكيبيشنال سيتنج. دائما الممارسين هم يعملون في مجال، هذا المجال هو يعتبر من البيئات المهنيه اللي هي الخطره، ويوجد فيها تعرض ممكن نقول هو تعرض معتاد ومستمر لهذه المخاطر على اللي هو انواع او مجالات متعدده. طبعا ايضا لازم نعرف بانه اللي هو every day they exposed of various occupational health hazards including biological, physical, chemical and also اللي هو anaerobic. التعرض او اللي هو الزملاء داخل هذه المنشآت الصحيه المقصود فيهم الممارسين الصحيين ومن ضمنها مراكز الاسنان، يتعرضون الى انواع مثل ما ذكرنا متنوعه من هذه المخاطر بناء على اللي هي او على طبيعه اللي هو العمل، بسبب طبيعه اللي هو عملهم، خصوصا اللي هو انتم زملائنا داخل اللي هو مراكز الاسنان الخاصه، في تعامل كثير مع الادوات الحاده needle stick injury maybe it will be happen you are dealing with sharp instruments we talk about the needles the double end instrument
البليد، اغلب اللي هو الادوات اللي تستخدم في عياده الاسنان هي تعتبر شارب انسترومنت، وهذا مهم جدا انه نتعامل معها بحذر. فلذلك هي تعتبر من بيئات العمل اللي ممكن نواجه فيها مثل ما ذكرنا اللي هو التعرض، ومن ضمنها او الشائع او هو اللي هي نقدر نقول البيولوجيكال او الهازارد اكسبوجر، واغلب ما يحصل عندنا اللي هو النيدل ستيك انجري والفلويد سبلاشز. طيب لما ذكرنا احنا تكلمنا عن اللي هو ايش المقصود التوتال اوف او البرسنتج اوف الهيلث كير وركر في العالم، تكلمنا عن اللي هو المنشات الصحيه، تكلمنا على انه اوريدي في عندنا نسبه او تعرض ممكن للاخطار والمخاطر بشكل يومي داخل هذه المنشآت الصحية، ومن ضمنها المقصود فيها اللي هو مراكز الأسنان. طيب احنا ايش نحتاج من اجل انه احنا نضمن سلامة الممارس الصحي اثناء تأدية واجبه في هذه المراكز الأسنان؟ احنا نحتاج we need to protect the healthcare worker from this hazard. Occupational health clinic, it's very important, should be developed based on the program according to the situation, specific need, location, and the potential exposure. نحتاج احنا من اجل ان نحمي هذا الممارسين الصحيين العاملين في مراكز الاسنان وجود برنامج صحي للعاملين والاوكيبيشنال هيلث بروجرام مكتمل العناصر داخل هذه المراكز الأسنان، وأيضا موجود عيادة سواء كانت متوفرة داخل هذه المراكز أو وجود كونتراكت أو ما يسمى باللي هو عقد تقديم واتفاقية مع أي occupational health clinic خارج هذا المركز. لكن مهم جدا توفر مثل ما ذكرنا هذا البرنامج، برنامج occupational health داخل مراكز الصحية، وهو يعتبر حق من حقوق الممارسين الصحيين العاملين داخل مراكز الأسنان التخصصية. طبعا هذه فيما يخص اللي هي المقدمة، حبينا نذكر فيها أهمية اللي هو برنامج Occupational Health Program. الآن حننتقل إلى الجزء الثاني فيما يخص Pre-Employment Assessment and Management. ذكرنا سابقا انه احنا في عندنا ثلاث او اربع مستويات تبدا في شيء يسمى Pre-Employment Assessment and Management، الا وهو التقييم الاولي قبل ما يصير في عندنا او اثناء اللي هو التوظيف. اي شخص حيبدا وظيفه جديده لابد يصير له Pre-Employment Assessment and Management. طبعا في عندنا ستاندرد معين أو متطلبات داخل pre-employment examinations. هذه المتطلبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تكلم عن physical examination, TB screening it's very important, and also the documentation of the immunization. And this it will be divided for two parts. The first one it will be the serology. They will be do serology for the healthcare worker, and after that we should be give اللي هو full course of the immunization. We'll be talk about it after بإذن الله. طبعا الفيزيكال examination هو عبارة عن اللي هو الفحص الطبي المبدئي، وهذا يتعلق دائما بشكل سريري أو طبي، نتكلم عن الوزن، الطول، وجود أمراض مزمنة، السكر، الضغط، وهذا جزء pure medical. لكن احنا يهمنا موضوع التي بي سكرين، وهو موضوع جدا مهم. We should be, it should be done for all the healthcare worker. And also اللي هو documentation of the immunization. حنبدأ نتكلم فيها بشكل مفصل فيما يخص TB screening with documentation and immunization. First, for the TB screening, we should be know that all healthcare worker, they should be have or need for screening for the latent tuberculosis infection. We can be do it by the interferon gamma release assay, and it should be done if it is available, or we can be do it by the two steps tuberculosis skin test. We should that know for all of us as a TSD or the two steps PPD.
طبعا الجي بي سكرينينج هنا عندنا لابد انه يتم عمله مثل ما ذكرنا لجميع الممارسين الصحيين الجدد. يعني انت اول ما بتتوظف اوكي لازم يتم عمل اللي هو الجي بي سكرينينج. عندنا طريقتين موجوده، اما تكلم عن اللي هو مثل ما ذكر الانتيفيرون او اللي هو تيست ديبس، يفضل اذا كانت في الاجرا او الانتيفيرون جاما ريليز اساي، ولكن غالبا المستخدم عندنا اللي هو تو ستيبس تيوبركلوسيس سكين تيست، فلازم انه يتم اللي هو العمل. طبعا اللي هو الانترفيرون ريليز اساي هو عباره عن يتم عمله عن طريق اللي هو بلاد سامبل، تؤخذ المختبر ويتم عملها فيما يخص التي بي او التو ستيبس تيوبركلوسس او اللي هو المانتوكس تيست. اتس ريكومندد از اللي هو تي اس تي. It should be done by administered the intradermally by inject اللي هو 0.1 ml solution. The solution containing 5 tuberculin units of اللي هو preferred protein derivative اللي هو معروف بال PBD solution. طبعا هو موجود وجاهز لله الحمد already مثل ما وضع أمامكم في الصورة، يتم اللي هو عمله عن طريق حقن اللي هو تحت الجلد تقريبا 0.1 ام ال، يحتوي على 5 وحدات من التيوبركولين، ومثل ما هو واضح امامكم هنا في الصوره موجود ولله الحمد هو متوفر لدينا بشكل جاهز، عباره عن محلول يحتوي مثل ما هو واضح امامكم في الصوره كل 0.1 ام ال يحتوي على 5 يونت اللي هو التيوبركولين. طبعا احنا الان اوريدي سوينا الانجكشن انتراديرمالي وحطينا اللي هو المحلول 0.1، متى نستطيع نقرا اللي هو هذا القراءه او متى نقدر نشوف النتيجه فيما يخص التي بي سكرينينج. الهيلث كير وركر must be retained with 48 to 72 hours to look for the reaction on the arm. طبعا هنا الانجكشن مثل ما واضح امامكم، بعدها حنشوف اللي هو الرياكشن اللي هنا. الرياكشن should be read from 48 to 72 hours، حتم قراءته من 48 الى 72 ساعة. كيف نقرأ؟ عبارة عن رياكشن حيصير في raised heart area or swelling، حيصير في عندها انتفاخ، حيصير في تصلب واحمرار في المنطقة اللي هي تم الحقن بها، ولكن لابد نعرف انه if present must be measure the size using اللي هو الرولر. حنستخدم المسطرة فيما يخص قياس محيط الرياكشن. لكن في شيء مهم جدا لازم نعرف بانه redness by itself is not considered as part of reaction. فقط احمرار ما راح يعتبر as reaction. ذكرنا انه لازم يصير في raised اللي هو انتفاخ وتصلب area or swelling. فلازم نعرف انه حيصير في اما تصلب او انتفاخ في هذه المنطقه. الاحمرار لوحده لا يعتبر رياكشن. طبعا بس اتمنى انه ما حد يحاول يسحب الشاشه بعد اذنكم. طيب احنا ذكرنا انه اوريدي احنا حنقيس التي بي سكرينينج او الدايميترا واللي هو محيط الرياكشن بعد ما عملنا التي بي سكرينينج. احنا كيف حنقيس اللي هو دايميتر او اللي هو نقيس اللي هو محيط هذه الرياكشن؟ هل هو له ستاندرد معين؟ هل نقيسها لكل الزملاء بشكل موحد؟ لا، في لها قياسات. فقط عشان نعرف زملائنا انه هذه القياسات ممكن مثل ما هو واضح امامكم انه اذا كان القياس عندنا يساوي اكثر من 5 مليمتر الانديوريشن، هذه الفئه معينه. نتكلم عن اتش اي في انفكشن بيرسون، نتكلم عن اللي هو ريسنت كونتاكت وذ الانفكشوس كيسز، وهذه تعتبر دائما مقيسها فيما يخص اذا كان عندنا اي اكسبوجر. لكن دائما في النيو عندنا اللي هو اذا ما عنده اي رياكشن اوريدي نحتاج احنا انه نقيسها تقريبا اوكي 15 مليمتر الانديوريشن مثل ما هو واضح امامكم هنا في الاخير. يقول البيرسون with no risk factor for TB، حيصير عندنا القياس تبعه من
15 مليمتر الانديوريشن واكثر. طبعا هنا في لو تشوفون العشرة هنا تقريبا نتكلم عن الناس اللي هم ريسنت اميجرنت فروم هاي بريفالنس كانتري. هذا يحصل معنا احيانا في بعض الممارسين الصحيين اللي تم التعاقد معاهم من بعض المناطق اللي هي نقدر نقول انها عندها نسبة عالية من اللي هو التي بي او المصابين داخل هذه المنطقة. فلذلك احنا لابد ننتبه عن طريقة القياس اللي هو التي بي سكريننج، وانه هو في له كرايتيريا واضحة امامكم تستطيعون ان انتم تاخذونها من الادلة الصادرة للادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. طيب الان احنا عملنا التي بي وسوينا ميجرينج طلعت عندنا النتيجه، عندنا خيارين، اما انه يصير بوزيتيف سكين او يصير عندنا نيجاتيف سكين تيست. طبعا البوزيتيف سكين تيست عندنا معناته في رياكشن البيرسون بوديز انفكتد وذ اللي هو التي بي بكتيريا، نحتاج انه نعمل اديشنال تيست. الاديشنال تيست هذا حيجي عن طريق اللي هو عياده الموظفين مثل ما ذكرنا، حيصير في متابعه لزميلنا الممارس الصحي واجراءات اخرى. نيجاتيف ولله الحمد معناته ما في اي رياكشن، زميلنا الممارس الصحي الحمد لله ما عنده اي رياكشن في ذلك، وان شاء الله ما عنده اي اصابه او انفكشن فروم التي بي. هذا فيما يخص اللي هو التي بي سكرينينج، وهو جزء مهم جدا لابد يتم عمله مثل ما ذكرنا لجميع الممارسين الصحيين الجدد اللي موجودين او تم توظيفهم بشكل جديد في داخل مراكز الأسنان. طبعا لازم نعرف انه حيصير في لها متابعه وحيصير فيها راست وحيصير فيه دوكيومنتيشن من اجل اللي هو متابعه الامور هذه بشكل مستقبلي، وهذا كله يتعلق موجود داخل اللي هو البرنامج الاوكيبيشنال هيلث وداخل عياده الممارس الصحي. طبعا الدوكيومنتيشن الاميونايزيشن في عندنا مهم جدا انه يصير عندنا دوكيومنتيشن في الاميونايزيشن، واللي هو ايضا السيرولوجي عندنا مهم جدا في البدايه. الاتش اي في نتكلم عن هيباتايتس بي فيروس، وايضا الهيباتايتس سي والهيباتايتس اي، وهذه كلها راح نتكلم عنها باذن الله في السلايدات القادمه. الاميوجلوبين او اللي هو السيرولوجي يعني يتم عمله للروبيلا للميزلز والمامز او اللي هو البريسيلا، وهذه كلها مهمه جدا. ليش؟ لان هذه حتحدد لي الكورس تبع الفاكسينيشن اللي حيصير لزملائنا الممارسين الصحي. طبعا الاميونايزيشن اوكي بناء على مثل ما ذكرنا اللي هو السيرولوجي حيصير في عندنا اميونايزيشن مهم جدا. نتكلم عن هذا الجدول اللي يشرح لنا اللي هو الاميونايزيشن. طبعا اول حاجه عندنا الهيباتايتس بي فاكسين، لازم الكل اوكي يكون عنده هذا، تلقى هذا الفاكسين اوكي، هو عباره عن ثلاث جرعات مثل ما انتم ملاحظين، الاولى بعدها بشهر وبعدها بسته اشهر، وايضا هذا راح يحدد مثل ما ذكرنا السيرولوجي اللي تم عمله سابقا وحنتكلم عنه في السلايدات القادمه. الانفلونزا ترى جزء مهم جدا انه يتم الاعطاء اول هيلث كير ستاف، هو عباره عن جرعه واحده. لما نلاحظ الميزلز والمامز والروبيلا المعروف لنا جميعا في الام ام ار، هنا الهيلث كير وركر without serology evidence or immunity or prior vaccine هياخذ اللي هو التطعيم، هو عباره عن 2 دوز بين كل جرعه وجرعه 4 اسابيع. طبعا ذكرنا هنا دوكيومنتيشن مهم من ضمنها السيرولوجي، اذا احنا عملنا سيرولوجي وطلع انه هو اوريدي اميون خلاص ذات مين ما يحتاج، لكن ما عنده اي دوكيومنتيشن تثبت انه اميون سواء كان سيرولوجي او عنده اميونيتي او اللي هو فاكسينيشن لابد انه يتم اعطائه التطعيم. قس على ذلك بقيه الفاكسين فيما يخص البيريسيلا، فيما يخص اللي هو التي داب، وايضا المينجوكوكال. ممكن انتم ترجعون لهذا الجدول، لكن في شيء مهم هنا احنا نبغى نتكلم عنه نذكره، الا وهو التيدم اللي هو تيتانوس ديفتيريا والبريتوسيس ريزون، او اللي هو الشخص with no documentation immunity حنعطيه
اللي هو التطعيم هذا، ولكن لازم نعرف انه له بوستر كل 10 سنوات، واذا كان في عندنا any exposed to the dirty wound regardless of the last booster dose. مهم جدا نعرف انه لو تعرض الشخص لاي جرح ملوث وصار في اكسبوجر لازم نعطيه البوستر بغض النظر عن اللي هو النورمال بوستر افري. حبيت انا بس انه اتكلم عنه بشكل مبسط وجدول التطعيم، ولكن لابد نعرف انه هذا مهم جدا وهو حق لكل ممارس صحي انه يتلقى هذه التطعيمات بناء على السيرولوجي اللي تم عمله. هذا هنا نتكلم عن اللي هو الهيباتيتس بي فاكسين سكيدجول. احنا ذكرنا سابقا انه 3 جرعات مثل ما هو واضح امامكم بالتوقيت اللي هو اول جرعه، بعدها حتصير بعد ثاني جرعه بشهر، والثالث جرعه حتصير بعدها بشهرين. طيب لما احنا اعطينا زميلنا الممارس الصحي اللي هو الفاكسين الهيباتيتس بي فيروس بناء على انه احنا سبق سوينا السيرولوجي وما كان عنده اي اميونيتي، عطينا اللي هو الجرعه وكملنا الكورس، حنيجي نقيس الهيباتيتس بي فيروس اميونيتي. لازم نقيسها. متى نقيسها؟ from 6 to 8 week of completed 3 doses، بعد ما يكمل الجرعات الثلاث من 6 اسابيع الى 8 اسابيع احنا حنقيس ونعمل السيرولوجي عشان نشوف اللي هو الانتي بودي. ليش من 6 الى 8 اسابيع؟ لانه لو عملنا السيرولوجي له او التحليل لقياس اللي هو المناعه الهيباتيتس بي فيروس قبل 6 اسابيع ممكن ندخل في مشكله او ندخل في فولس بوزيتيف، ممكن يطلع لنا التحليل انه هو الشخص هذا بوزيتيف للهيباتيتس بي فيروس، لذلك لازم يتم عملها بعد 6 اسابيع الى 8 اسابيع. طبعا كيف نقول الشخص هذا الممارس الصحي هذا اميون؟ إذا وصل عندنا الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز ات ليست 10 انترناشونال يونت، اوكي معناته الفاكسين اميون واشتغل معاه الفاكسين والحمد لله زميلنا عنده مناعه. طيب لو قسناها بعد 6 اسابيع هو تلقى اول 3 جرعات الانتي بودي هيباتيتس بي سيرفيسز طلع عندنا ليست 10 انترناشونال يونت، معناته نيجاتيف، معناته زميلنا ستيل ما عنده اي مناعه ضد الهيباتيتس بي فيروس. لذلك ايش نحتاج هنا؟ نحتاج نعمل له انذر 2 or 3 doses again، حنعيد الكورس له مره اخرى ونشوف اللي هو نقيس التايتر مره ثانيه او الانتي بادي. اذا صار عندنا الانتي بادي اوريدي ارتفع 10 واكثر معناته هو ميون ولله الحمد. طيب لكن لو نو ريسبونس to the vaccine should be considered susceptible to hepatitis B virus infection. لو انه انا عدت للممارس الصحي الكورس مره اخرى فيما يخص hepatitis B virus hepatitis B virus vaccine وستيل الانتيبادي انتي hepatitis B surface less than 10، خلاص معناته الزميل ان هذا الممارس الصحي مش حيتكون عنده مناعه حتى لو اعطينا جرعه او كورس ثالث. لا خلاص بعد الكورس الثاني وتم قياسها وما في اي ريسبونس استجابه حيبقى زميلنا هذا it should be considered susceptible to hepatitis B infection، حيبقى هذا ممكن اصابته بهيباتيتس بي فيروس. هنا لازم يتم تسجيله، معرفه اسمه، يتعامل في الستاندرد بريكوشن بشكل صحيح، يكون حذر واسمه معلوم. ليش؟ عشان لو لا قدر الله حصل اي اصابه نستطيع ان نبدا له اللي هو الاتش الهيباتيتس بي اميونوجلوبين بروفولاكسس. طبعا المنينجوكوكال فاكسين فقط لابد نعرف انه هو عندنا في 2 تايب، في عندنا اللي هو repeated every 3 years، وعندنا في repeated every 5 years، ولله الحمد الموجود عندنا في المملكة repeated every 5 years. هو عبارة عن single dose، لكن who's the one should be take the meningococcal vaccine؟ Anyone he will go for duty in Hajj or he will be go for Hajj. وأيضا الزملاء اللي هم شغالين في clinical research والmicrobiologists. المانجمنت اوف اوكيوبيشنال اكسبوجر تو ذا بايولوجيكال هازارد، هنا جزء مهم جدا نبغى نتكلم فيه فيما يخص اللي هو الاكسبوجر. اف وي هاف اني اكسبوجر اي ايتها
تعرض او اصابه حصلت عندنا لا قدر الله. وفي نفس الوقت حنتكلم هنا عن السيرولوجي وطريقه عمله وطريقه قراءته، وهذه معلومات مهمه جدا لكم من اجل انه تصيروا مطلعين. اول شيء لازم نعرف ان الاكسبوجر تو ذا بلاد بورن باثوجين، البلاد بورن باثوجين هي عباره عن مايكرو اورجانيزم بريزنت ان ذا هيومن بلاد ذات كان بي انفكتد اند كوز ديزيز ان بيبل هو ار اكسبوزد تو ذا بلاد containing this pathogen. هذا فيما يخص ايش هو تعريف البلاد بورن باثوجين. لكن ايش اللي يهمنا اذا حصل عندي اكسبوجر تو ذا بلاد بورن باثوجين؟ ايش الانواع اللي احنا حنتعرض لها ممكن تسبب لنا اللي هو الاكسبوجر او الفاكتورز او اللي هي السوائل البادي فلويد اللي هي ممكن تنقل لنا هذه الامراض؟ في امور كثيره عندنا اللي هو الفلويد، سينوفال فلويد، بلورال فلويد، البريتونيال فلويد، في عندنا ايضا الاتش اي في او الهيباتيتس بي فيروس كالتشر، البلادي بادي فلويد، انفكسد تيشو. في شيء مهم جدا، السلايفا عند دنتال بروسيجر ممكن التعرض الى هذه السوائل لشخص مصاب، ممكن انه لا قدر الله انه يصير عندنا خطوره او ممكن يصير في عندنا عدوى، فذلك لابد ان نحرص مثل ما ذكرنا سابقا على الاميونايزيشن بشكل كامل للممارسين الصحيين. طبعا طريقه انتقال البلاد بون باثوجين عندنا تو تايب، اما عن طريق البانكتشر وون اور كات نيدل ستيك انجري، البليت كات اللي هو تعرض وخزة ابر اللي هو تعرض للجروح عن طريق البليت، والسبلاشز او الكونتاكت سواء كان تاتش او اللي هو سبراي اوف اللي هو البلد او اللي هي البادي فلويد. عن طريق ايش ممكن يصير في رذاذ ميوكوس ممبرين، النون انتاكت سكين، والكونتامينيتد شارب. هذه دائما اللي هو زملائنا الممارسين الصحيين في مراكز الاسنان يتعاملون مع المرضى بشكل متكرر. الادوات اللي انتم تستخدمونها مثل ما ذكرنا ادوات حاده، السبلاشز او السبري عندنا انتم تستخدمون اللي هو امور كثير، في عندنا السكشن اللي بيتم استخدامه اثناء البروسيجر، عندنا بعض الامور اللي استخدام الاريجيشن بكثره في اللي هو اثناء البروسيجر داخل عيادات الاسنان، اللي هو المسافه ما بين اللي هو الممارس الصحي والمريض اثناء التعامل مع المريض هي مسافه قريبه جدا، ما تتراوح بين تقريبا من متر الى نصف متر. فلذلك لازم ننتبه مثل ما ذكرنا اثناء التعامل مع المرضى، وايضا نعرف انه هذه طرق اللي هو انتقال هذا البلاد بورن باثوجين مثل ما ذكرنا عن طريق الاغشيه المخاطيه، ونتكلم عن الماوث والنوز والاي non-tact skin اللي هو اذا في عندنا في جسمنا اي جروح لا قدر الله، contaminated sharp اللي ممكن تسبب لنا injury with contaminated items. حنتكلم بشكل سريع عن الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي والاتش اي في. طبعا لازم نعرف زملائنا في البدايه حنبدا مع اللي هو الهيباتيتس بي فيروس، حناخذ عنه بعض المعلومات المهمة جدا اللي لابد احنا نعرفها. لابد نعرف بان زملائنا الهيباتيتس بي فيروس البريفلنس تبعه هو اكثر او 10 اضعاف حدوثه من الهيباتيتس سي انفكشن. طبعا هو مثل ما ذكرنا بلاد بورن باثوجين انتقال عن طريق اللي هو البلاد او اللي هو اذر انفكتد بودي فلويد او الكونتامينيتد شار. طبعا لازم نعرف بانه هو يستطيع انه surviving in the environment surface for a long time, it's maybe until 7 days. فترة اللي هو بقاء الفيروس داخل الجسم ممكن يصيب على الانفايرمنت تصل الى 7 ايام، هذه مدة طويلة. طبعا incubation عندنا مثل ما انتم شايفين 12 weeks، ولكن لازم نعرف بانه عندنا chronic liver disease will be happen from 6 to 7% of the infected with hepatitis B virus. Signs and symptoms مثل الوضع أمامكم تحدث في 6 أشهر الأولى اللي هو تقريبا من أسابيع إلى 6 أشهر، من ضمنها اللي هو الحرارة، الاصفرار، التعب،
ابدومينال بين، لوز ابيتايت، النوزيا، فوميتنج والبين داكيوين. طبعا هذا فيما يخص الهيباتايتس بي. ولكن لابد نعرف ايضا زملائنا بان الهيلث كير وركر هو هاف ريسيف الهيباتايتس بي فاكسين اند هاف ديفلوب اميونيتي تو ذيس فايروس ات ذا فيرتشوالي نو ريسك اوف انفكشن. هنا نجي نتكلم عن اللي هو الاميونيزيشن. ليش؟ لانه لما يكون الزميل عندنا الممارس الصحي اوريدي الاميونيتي عنده جدا جيده، الاميونيتي مقاسه وموجود عنده اميونيتي فيما يخص الهيباتايتس بي فايروس، هنا يصير باذن الله انه ما في خطوره انه حيصاب في اللي هو الهيباتايتس بي فايروس لو حدث عندنا لا قدر الله اي نيدل ستيك انجري من شخص مصاب بالهيباتايتس بي فايروس. فهو مهم جدا لك كممارس صحي ولازم تحرص على انه تاخذ التطعيمات الكامله بشكل صحيح، تاخذ اللي هو السكريننج فور تي بي وايضا السيرولوجي بشكل صحيح لتحديد المناعه لدى الممارس الصحي. لكن لازم نعرف بانه احنا لو حصل عندنا نيدل ستيك انجري البريفلنس او ممكن اصابه الشخص اذا تكلمنا عن مثلا نيدل ستيك انجري وذ الكونتامينيتد ايتمز، اداه ملوثه بلاد، البلاد هذا يحتوي على هيباتايتس بي فايروس، حدثت عندنا نيدل ستيك انجري بهذه الاداه من الممكن تصل عندنا احتماليه الاصابه الى 30%، وهذا رقم عالي جدا فيما يخص الاصابه. طبعا ذكرنا احنا اللي هو السيرولوجي، تكلمنا احنا اللي حيتم عمله للهيباتايتس بي فايروس ايش هو. طيب الهيباتايتس بي فايروس والسيرولوجي ايش اللي حنسويه وايش تفيدنا فيه؟ طبعا لازم نعرف انه الهيباتايتس بي سيرولوجي تيستينج انفولف ذا ميجر اوف ذا سيفرال هيباتايتس بي فايروس سبيسيفيك ايجنت اند انتي بودي. حتحدد لنا السيرولوجي الخاص بالهيباتايتس بي امور كثيره، هل الشخص acute or chronic hepatitis B virus infection different between the immunity فيما يخص hepatitis B virus، هل الاميونيتي جايه من infection سابق او vaccination، والsuscepticity of infection او اللي هو الريبليكيشن ايضا احتماليه الاصابه. هذا هو التحاليل او السيرولوجي اللي يتم عملها فيما يخص الهيباتايتس بي، وهي مهمه جدا من اجل تحديد مستوى المناعه لدى الممارس الصحي، وايضا تحديدها اذا حصل عندنا اي اكسبوجر من اجل انه احنا نعطي الرعايه الصحيه لهذا الممارس الصحي. طبعا هذه واضحه امامكم، الهيباتايتس بي ماركر هي تقريبا نقول انها ثلاثه، ولكن ايضا الانتي بودي ثلاثه، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين والانتي بودي تو ذا هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين. شوفوا كله في شيء له مضاد، عندنا هيباتايتس بي كور انتيجين والانتي هيباتايتس بي كور، هيباتايتس بي اي انتيجين وايضا الانتي بودي تو ذا هيباتايتس اي انتيجين. طبعا الهيباتايتس بي سيرفيسز انتيجين عباره عن بروتين على السيرفيس اوف ذا فايروس، كان بي ديتكت ان هاي ليفل ان سيرم دورينج اكيوت اور كرونيك هيباتايتس بي. هذا الماركرز هو او السيرولوجي يعطينا الشخص مصاب او لا، ولكن ما يطلع لنا هل الاصابه اكيوت اور كرونيك هيباتايتس بي، ولكن يعطيني دايركت كده انه الشخص هذا مصاب. لو طلع عندي الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين indicate that the person is infectious. طيب الانتيبادي او اللي هو الهيباتايتس بي سيرفيس انتيبادي معناته يعطيني ان الشخص هذا recover and immune، الشخص هذا already عنده مناعة موجودة، هذه المناعة. ولكن لازم نعرف أنه الانتيباتيتس بي also develop in the person who has been successfully vaccinated against the hepatitis B. هنا يعطيني أريد أن إيش الشخص عنده مناعة، لكن برضو ما يحدد لي هل المناعة جاية عن طريق تطعيم أو أيضا عن طريق اللي هو إصابة سابقة. هنا اللي هو الهيباتيتس
إيكو أنتيبادي. طبعا هنا هذا هو الفيصل أو اللي حيحدد لي بعض الأمور. appears of this onset symptoms in acute hepatitis B and persist for life. هنا حيطلع معانا الهيباتيتس بي كور أنتيبادي خلال ال sign symptoms في acute hepatitis B and persist for life. طبعا هنا معناته يعطيني the presence of anti hepatitis indicate that previous or ongoing infection with hepatitis B virus in an unified time frame. هنا معناته يوضح لي حتوضح لكم بعد شوي انه الشخص هذا تم اصابته سابقا وحيبقى مدى الحياة الانتي هيباتيتس بي كور، سواء كان الشخص تعافى او ستيل الشخص مصاب حيبقى الانتي هيباتيتس بي كور، وهذا اللي حيعطيني مفتاح للي هو المناعه. اذا سجل عندنا الشخص مناعه، هل مناعته جت عن طريق اصابه سابقه او عن طريق الفاكسينيشن. طبعا الاي دي ام انتي بادي تو ذا هيباتيتس بي كور انتيجين يعطيني اللي هو يظهر تقريبا في الستة أشهر الأولى، هو يحدد لي أنه acute infection. لو تلاحظون طبعا ما نبغى نتعمق في الموضوع هذا، لكن لو تلاحظون أنه بدأ يعطيني هنا قراءات راح يحدد لي شخص مصاب، شخص غير مصاب، شخص already متعافي عنده مناعة، المناعة هذه already جت عن طريق vaccination أو المناعة هذه جت عن طريق اصابه سابقه. هنا يحدد لي لو يطلع الاي جي ام الانتي بادي تو هيباتيتس بي هل هي حتطلع مع موجوده او لا، الشخص ستيل اكيوت اصابته لها اقل من 6 اشهر، راح توضح عندنا في بعض الامثله. الهيباتيتس اي انتيجين هذا بيعطيني اللي هو ديتكتد ان سيروم، سواء كان الشخص اكيوت اور كرونيك هيباتيتس بي انفكشن، ولكن يعطيني عشان اللي هو الفيروس اللي هو الفايرال ريبليكيشن is high level of virus اللي هو high infectivity، يعطيني شدة الإصابة من هذا الشخص لا قدر الله حقد needle stick injury. الأنتي هيباتيتس B E لو طلع عندنا معناته في عندنا lose of replication virus، هنا حيصير عندنا الشخص chronic وأيضا lower level أو مستوى الفيروس في الجسم قليل. هذا القراءة اللي هي ذكرناها ويتم عملها في البداية للممارسين الصحيين، ويتم أيضا عملها أو إذا هي متواجدة إذا كان عندنا أي إصابة لا قدر الله أو needle stick injury. هنا أنا وضعت لكم بعض السلايدات عشان توضح لكم الفكرة بشكل أكثر. لو تلاحظون إذا إحنا عندنا تحليل وطلع التحليل هذا الهيباتيتس بي سيرفيسز انتيجين نيجاتيف، يعني هو مش مصاب، الانتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف والانتي هيباتيتس بي سيرفيس نيجاتيف، معناته الشخص هذا سسكيبتبلز ومعرض للاصابه. لكن لاحظ هنا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين نيجاتيف، الانتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف والانتي هيباتيتس بي سيرفيس بوزيتيف، الشخص هذا عنده مناعه ديو تو ذا ناتشورال انفكشن. ليش ناتشورال انفكشن؟ لان ذكرنا انه الانتي هيباتيتس بي كور يظهر مع الاصابه والساين اند سيمتومز ويستمر مدى الحياه. الشخص هذا عنده انتي بادي للهيباتيتس بي سيرفيسز وعنده انتي بادي هيباتيتس بي كور، معناته اوريدي كلها بوزيتيف، عنده مناعه جايه من الناتشورال. لو هذا عندنا نيجاتيف معناته مناعته جايه عن طريق اللي هو الفاكسينيشن حتظهر معنا. هنا وضعت لكم فقط لا غير بعض اللي هو الاكزامبلز اللي هي او اللي هو اكسبلينيشن للهيباتيتس بي سيرفيسز او التايتل. هنا عندنا امثله اخرى زملائنا، لو تلاحظون عندي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين نيجاتيف، الانتي هيباتيتس بي كور نيجاتيف والانتي هيباتيتس بي سيرفيسز بوزيتيف، معناته اميون ديو تو هيباتيتس بي فاكسينيشن. اوكي، فلذلك لازم نعرف بانه التحاليل هذه مهمه جدا وتعطينا نظره عامه، سواء كان عن الممارس الصحي في البدايه
عند الإصابة، فلذلك هي مهمة جدا. لو تلاحظون هنا في المثال هذا عندنا هيباتيتس بي سيرفس أنتيجين بوزيتيف، أنتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، الآي جي إم أنتي هيباتيتس بي كور بوزيتيف، ولا يوجد عنده أجسام مضادة اللي هي أنتي هيباتيتس بي سيرفس نيجاتيف. ذكرنا أنه أكيوت إنفكشن معناته له أقل من 6 أشهر، وهو الآن مش كرونيك أكيوت. ليش؟ لأنه لو لاحظتوا سابقا ذكرنا الاي جي ام انتي هيباتيتس بي كور، يظهر عندنا هنا الاي جي ام انتي هيباتيتس بي كور انتيجين ريسنت انفكشن وذ هيباتيتس بي فيروس ليس ذان 6 مانث اكيوت انفكشن. وهذه كلها شرح فيما يخص سيرولوجي وطريقه اللي هو قراءتها. مثال الاخير هنا نفس الطريقه عندنا، يتكلم عن اللي هو السيرولوجي، وهي بنفس الطريقه السابقه من ممكن انتم تدبرونها مستقبلا. هيباتيتس سي عندنا هنا most common chronic bloodborne infection هنا، لكن الاشكاليه اللي عندنا انه ممكن الفيروس سرفايف هنا في الانفايرمنت من 16 ساعه الى 4 days. ميدل ستيك انجري اصابته اقل عندنا، ممكن تصل 1.2%، لكن عندنا ال 70 to 75% of those with acute hepatitis infection has no symptoms، ما في له أي أعراض. طبعاً symptoms مثل ما ذكرنا أو incubation عندنا 7 أسابيع 7 week. هنا ال chronic liver will be happen from the hepatitis C 70% of infected with hepatitis C، وهنا أعلى من اللي هو حصول تليف الكبدي من hepatitis B virus. أيضا هنا في هذا هو التحليل، تحليل اللي هو السيرولوجي اللي يتم عمله فيما يخص اللي هو hepatitis C virus. لو تلاحظوا أنه هو عبارة عن جزئين، الانتي هيباتيتس سي فيروس اي 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 المقصود فيه اللي هو الانزيم لينكيد امينو اساي، ويتم عمل ايضا الهيباتيتس سي فيروس ار ان اي، وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا لها قراءه خاصه يتم قراءتها، وبناء عليه نحدد حاله الشخص الهيلث كير وركر بناء على هذه النتيجه. طبعا HIV أو اللي هو Human Immunodeficiency Virus مثل ما ذكرنا للأسف أنه هو ما له أي vaccination، ولكن حصل عندنا إصابة لا قدر الله، في له إجراءات مختلفة، في عندنا شيء يسمى اللي هو الميوغلوبين أو اللي هو Antiviral Immunoglobin، ولكن لازم نعرف بأنه Needle Stick أو اللي تعرض فيه أقل من Hepatitis C و Hepatitis B، ولكن لابد ان نتخذ اللي هو اجراءات ستاندرد بريكوشن اثناء التعامل مع المرضى، من اجل انه ما نتعرض للنيدل ستيك انجري او نتعرض الى اكسبوجر، لان مثل ما ذكرنا الاتش اي في ما له هو فاكسينيشن. طبعا لو تلاحظون انه هنا معدل الاصابه عندنا لو حصل افريج ريسك اوف الاتش اي في انفكشن افتر ذا نيدل ستيك او اللي هو الكات اكسبوجر infected it will be from 0.3%، يعني تقريبا 1 من كل 300. طبعا مثل ما ذكرنا انه there is no vaccine to prevent HIV infection، ولكن we should be follow the standard precaution بشكل جدا، او لابد ان نهتم في اللي هو استعمال standard precaution مع جميع المرضى. طيب لو حدث عندنا إصابة أو عندنا نيدل ستيك إنجري لممارس صحي في مركز الأسنان لا قدر الله، حدثت عندنا في بعض الإجراءات اللي هو لازم يتم عملها بشكل emergency، أول شيء عندنا it's very important if you have any exposure to needle stick injury or exposed to blood or other body fluid you need to be first one. If it is needle stick injury do not apply pressure to the wound or do not suck or squeeze blood from the injury site and you need to be allowed for the bleeding freely. لا تسوي ضغط على needle stick injury
او الكات ووند، وتفكر انه هذا حيسوي حيخرج الدم اللي هو ملوث، او انه ان شاء الله ما في اي فيروسات حتحاول انك تستخرجها برا عن طريق الضغط. لا بالعكس، هذا ممكن يزيد الاصابه، يسبب عندنا اي ضغط على الاورده الصغيره والشعيرات الدمويه، وهذا يسبب عندنا دامج لها، ممكن هذا يزيد من نسبه الاصابه. فقط عليك you need to be wash the wound with a lot of soap and water. إذا كان هو wound if exposure in the eye you need to be wash with eye solution or running tap water for 1 minute at least. على الأقل اللي هو دقيقة. طبعا لازم تعرف إنه direct لو في عندنا أي puncture come through the gloves حتسوي في البدايه ريموفال جلوفز اند يو نيد تو بي واش اللي هو الهاند مثل ما ذكرنا سابقا فري، تخلي الجرح ينزف بشكل طبيعي وتغسله باستخدام لوت اوف صوب اند ووتر. طبعا لازم حاجه مهمه عندنا اللي هو الايدنتيفاي ذا بيشنت انفولف سو ذي كان بي ايفالويت فور انفكشن، لانه نهتم في المريض اللي انت ممكن اعطيته الابره وبعد الابره هذه انت صار لك نيدلستيك انجري منها، عشان نعرف السيتويشن تبع هذا المريض اذا كان في عنده اي بلاد بورن باثوجين او مصاب باي مرض معدي لا قدر الله. وهذا حيتابعونه زملائنا في العياده. طبعا لابد تسوي ريبورت للانجري هذا للسوبرفايزر، ودونت ويت انتل ذا اند اوف ذا شيفت، ما بتنتظر لين نهايه الشيفت بعدين تروح تقول انا جتني اصابه، لا دايركت انت بتبلغ، ودايركت يو شود بي هاب اللي هو سيك ميديكال تريتمنت. لازم حيصير في لك ايفالويشن، حيصير في مراجعه لك من قبل زملائنا في عياده الصحه المهنيه او اللي هو الاوكيبيشنال هيلث كلينيك. فلذلك انت حتبلغ السوبرفايزر مباشره، حتسوي الريبورت تبعك، وحتنزل اللي هو العاده من اجل اللي هو اجراءات طبيه، ويعمل عليك اللي هو الميديكال اسيسمنت، ويتبعون الاجراءات. هذه مهم جدا احنا نتبعها اثناء حدوث اي نيدل ستيك انجري او اكسبوجر للنيدل ستيك انجري او اللي هي بلاد او بودي فلو. طبعا احنا ذكرنا انه سابقا في تطعيم، وفي عندنا اللي هو عمل سيرولوجي لجميع البلاد بورن باثوجين، ولكن في بعض الاجراءات اللي هي خاصه، في اجراءات خاصه فيما يخص الاتش اي في، هيباتيتس سي للاسف انه ما في له علاج. طبعا في له علاج الان تو جديد، لكن ستيل لكن الهيباتيتس بي فيروس ايضا اللي انا وحاب اتكلم عنه اليوم فيما يخص الهيباتيتس بي فيروس بوست اكسبوجر بروفلاكسيس. الجدول هذا عندي هنا مهم جدا، يتكلم عن لو حدث عندي اي اكسبوجر للهيلث كير وركر من شخص اوريدي ما نعرف الشخص هذا سواء كان مصاب او لا، وما نعرف الممارس الصحي السيتويشن فور المينو ستيتس او المستوى المناعه. هذا الجدول يشرح لنا بشكل كامل جميع الحالات اللي احنا ذكرناها الان فيما يخص الممارس الصحي، وفيما يخص البيشنت والإيمونوجلوبين اللي احنا ذكرناه. شوفوا لو تلاحظ عندك هنا في اول شيء هنا، لو تعرض عندي ممارس صحي وهذا الممارس الصحي already documented respond after complete اللي هو 3 دوز من الميونتي عنده مثل ما ذكرنا جيدة أو ممتازة، تايتر عنده طلع 10 أو أكثر، هنا فيما يخص الهيباتيتس بي فيروس والله الحمد ما يحتاج أي تدخل. ليش؟ لأنه هو أميون زميلنا. هنا الهدف من عمل التحاليل، من وجود برنامج اوكيبيشن هيلث بروجرام، وجود عيادة صحية سواء كان عن طريق الكونتراكت أو متوفر داخل هذا المركز. أعرف أنه غالبا ما راح يصير في عيادة متوفرة داخل المراكز، ولكن لازم يصير في كونتراكت. لاحظ هنا عندنا الشخص لو ديكومنتد الممارس الصحي نون ريسبوندر افتر 6 دوز، هذا ذكرناه ما عاد عنده مناعه، هنا يتعلق في موضوع البيشن، هل البيشن نيجاتيف او بوزيتيف ان نون. البيشن عندنا بوزيتيف هيباتيتس بي فيروس، او احنا ما نعرف حاله البوزيتيف، ما نعرف حاله المريض، اوريدي حي بنشتغل على الهيموجلوبين الهيباتيتس بي هيموجلوبين، حيعطى 2 دوز بينها 1 مانث. هل نحتاج ان نسوي اي
فاكسين لزميلنا الممارس؟ لا، لانه هو اعطيناه تو كورس وقلنا انه هذا ما عاد ينفع معاه اللي هو الفاكسينيشن، لكن الهيباتيتس بي اميونوجلوبين مهم جدا. لو طلع المريض عندنا انه نيجاتيف، معلومه انه نيجاتيف ما عنده اي هيباتيتس بي، ما نحتاج اي اكشن لانه لله الحمد مش مصاب المريض. قس عليها بقيه الجدول، لو تلاحظون انه هنا الجدول ريسبونس unknown after 3 دوز، احنا عملنا اعطينا الممارس الصحي 3 جرعات بس ما قصنا التايتر ولا قصنا مستوى المناعه. عندنا هنا نرجع الى حاله المريض بوزيتيف او غير معلوم، حنقيس الهيلث كير وركر تيست الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز الاجسام المضاده، اقل من 10 هياخذ واحد هيباتيتس بي اميونوجلوبين، حنسوي له كورس مره ثانيه عشان نرفع مستوى الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز. البيشنت نيجاتيف احنا هنا ولكن المريض قسناها ايضا اوريدي اقل من 10 ما يحتاج نعطيه من جلوبين، بس حنرجع نعطي فاكسين من اجل نرفع مستوى المناعه لدى الممارس الصحي عشان ينتقل ويصير اميون. اني ريزلت، واصلا احنا قسنا المناعه بعد 3 جرعات لانه كان هو مو معلوم اول، ولما قسناها طلع عندنا 10 ملي او اكثر، الحمد لله هو عنده اميونيتي مثله مثل زميلنا اللي هو دوكيومنتد هنا انه اميونيتي وما يحتاج اي اكشن. الشخص اللي unvaccinated او already مش كومبليت الفاكسين او الفاكسين ريفيوزر الرافضين، نرجع للمريض نفسه نعرف بالمريض بوزيتيف او انه غير معلوم، ما يحتاج نسوي احنا هنا اللي هو في البدايه الان نقيس السيرولوجي لانه هو اصلا ما كمل او لم يتلقى التطعيم، حياخذ اميونوجلوبين 1 وحنكمل اللي هو الفاكسينيشن وحنقيس بعدين اللي هو الانتي هيباتيتس بي سيرفيسز عشان يصير عندنا معلوم بعدين هل هو اميون اور نو. نيجاتيف نو نيد فور اني اميونوجلوبين، طبعا هذا البيشنت ونيجاتيف نو نيد فور اني اميونوجلوبين، لكن حيصير في كومبليت الفاكسين حنحتاج انه نعرف البوست فاكسينيشن سيرولوجي تيست عشان نحدد مستوى المناعه لدى هذا الممارس الصحي. طبعا الله يعطيكم الصحه والعافيه، كان معكم زميلكم عادل سليمان من الاداره العامه لمكافحه عدوى المنشات الصحيه. حاولت اتكلم بشكل مبسط فيما يخص الاكبريشن هيلث بروجرام، هذا الجزء المهم فيما يخص الاكبريشن هيلث بروجرام. طبعا في جزء اخر نتكلم عن الانفكشوس ديزيز الورك ريستريكشن، نتكلم عن الامراض الاخرى، نتكلم عن الميزلز، نتكلم عن المامز، الامور هذه كلها ممكن ترجعون الى الادله الخاصه بالاداره العامه لمكافحه العدوى والمنشات الصحيه فيما يخص هذه الادله. لكن انا من الان اقول لكم لابد من انه يوجد برنامج اور امبلوي هيلث كلينك بروجرام للممارسين الصحيين داخل هذه المراكز الاسنان الطبيه من اجل ضمان مناعة ومعرفة السيتويشن تبع المناعة للزملاء، لأنه هم الأشخاص اللي حيشتغلوا مع المرضى، وبنفس الوقت أيضا هذا يعتبر حق من حقوق الممارسين الصحيين، فلذلك لابد أن احنا أيضا نحرص على هذه الحقوق. شاكر ومقدر لكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، أعتذر على الإطالة وأتمنى كانت هذه المحاضرة مفيدة لكم جميعا. شكرا لكم، كان معكم زميلكم عادل سليمان من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية.